حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت: الرئيس الأسد يمنح السفير الكوبي بدمشق وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وميليشيا قصد تغلق طريق جسر غويرا بمدينة الحسكة بكتل إسمنتية وتعيق حركة الأهالي. أما صحيفة الوطن المحلية فجاء في عناوينها لليوم: الصفدي بحث مع لابرنتييف تثبيت الاستقرار جنوب سوريا ودعم جهود بيدرسون، بوتين ورئيسي التنسيق وثيق وأستنى تلعب دورا أساسيا في حل الأزمة السورية. وجاء فيها: النصرة لحماية الحدود التركية بإدلب، ومسيرات أردوغان تواصل استهداف متزعمي قسد، الجيش يقتل عشرات الإرهابيين خلال عملية تسلل في جبل الزاوية. وبالانتقال إلى الصحافة العربية نقرأ ما جاء في صحيفة البناء اللبنانية: موسكو تنتقل إلى ما بعد دونباس بتعيين غراسموف قائدا للحرب، وأمريكا منشغلة بمطاراتها، والحسيني يغادر احتجاجا على عقم النظام ويعلق جلسات الانتخابات الفلكلورية. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The Washington Post: الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا يتزايد على نحو ملحوظ. أما صحيفة The New York Times فجاء فيها: واشنطن مطالبة بتحرك سريع لحل مشكلة اللاجئين الأفغان. وبالانتقال إلى صحيفة الغارديان: مذكرات الأمير هاري تحقق مبيعات قياسية في بريطانيا. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية: أندري بابيش يلتقي ماكرون في باريس قبل 3 أيام من الانتخابات التشيكية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت: سول كامبول بلينجهام سيكون مثاليا لريال مدريد، وميسي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أنجي بالدوري الفرنسي. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريريو ديلو سبورت والتي عنونت: تورينو يقصي ميلان من كأس إيطاليا بهدف في الوقت الإضافي، وجوفنتوس قلق من اهتمام عمالقة الدوري الإنجليزي بأدريان رابيو. أعمال الشغب في البرازيل، أصابع واشنطن، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية. وجاء فيها: لم تكن مغادرة الرئيس البرازيلي اليميني بولسونارو قبل أيام من انتهاء ولايته الدستورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتغيبه المقصود عن مراسم تسليم وشاح الرئاسة لخلفه اليساري الرئيس دا سيلفا سوى إشارة لما يحضر للبرازيل من قبل الاستخبارات الأمريكية وأدواتها داخل البلاد. وبالرغم من حضور مندوبين عن واشنطن مراسم أداء الرئيس دا سيلفا اليمين الدستورية في الأول من العام الجاري وبيانها الرافض لأعمال الشغب التي ارتكبها أنصار بولسونارو ضد الديمقراطية البرازيلية، تبقى أصابع الاتهام موجهة إلى واشنطن. إن اقتحام مناصري بولسونارو لمقار الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بعد أسبوع من تولي الرئيس لولا مقاليد الحكم في البلاد محاولة لضرب الاستقرار السياسي الذي يعمل عليه الرئيس المنتخب، والذي تعهد في خطاب القسم بأن يعيد بناء الأمة وجعل البرازيل للجميع، وأن يرمم اقتصادها الذي أضرت به سياسات سلفه، وأن يعيد للفقراء اعتبارهم. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية أن الإدارة الأمريكية لن تقاطع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أو أي وزير آخر في الحكومة الإسرائيلية. وأضافت الصحيفة الصهيونية أن نتنياهو وعد بالعمل مع الإدارة الأمريكية على أساس القيم المشتركة، كما أنه يعلم موقف الولايات المتحدة بأنها لا تمانع توسيع عدة مستوطنات.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان نشتري سلع تفوق حاجاتنا، العلم يفسر الظاهرة المثيرة. وفي التفاصيل، نشر موقع تويتر دراسة حديثة في علم النفس السلوكي تبين أن البشر لا يتصرفون دائما بعقلانية، والكثير من المستهلكين الذين يشترون السلع الكمالية ليسوا في وضع مالي يسمح لهم بشراء تلك السلع. والدليل على ذلك المعدلات المرتفعة لديون المستهلكين الذين يعانون منها. وتقول هذه الدراسات إن هناك سببين رئيسيين يدفعان الناس إلى إنفاق أموال أكثر مما يحتاجون إليه. الأول، لأنهم يريدون أن يشعروا بتحسن من خلال الاقتراب من المتعة، والثاني هو الابتعاد عن الألم. لعبة تنقذ عجوزاً من مصير مرعب، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيها: تمكنت الشرطة من إنقاذ أمريكية ثمانينية قرب شيكاغو بعد ساعات من إقدام رجل على اتخاذها رهينة، ويعود الفضل في اكتشاف احتجاز المرأة وإنقاذها لتنبه ابنتها إلى أن ثمة خطب ما حال دون إرسال والدتها إليها نتيجتها اليومية في لعبة ووردل الشهيرة للكلمات. العجوز كانت وحدها مساء 11 من فبراير شباط عندما اقتحم رجل منزلها وهددها بمقص، ثم احتجزها رهينة لمدة 17 ساعة، وقالت إن الرجل كان ملطخا بالدماء بعدما كسر نافذة لتمكن من الدخول. ومع أن الابنة الكبرى تعيش على بعد آلاف الكيلومترات من شيكاغو، لكنها شعرت بأن شيئا ما ليس على ما يرام عندما لم ترسل لها والدتها كعادتها النتيجة التي توصلت إليها ضمن لعبتها المفضلة، خاصة أن العجوز لم تكن تفوت إطلاقا إرسال النتيجة يوميا لها، فدفع ذلك الابنة إلى الاتصال بالشرطة لتفقد منزل والدتها، وهذا ما أتاح للعناصر اكتشاف احتجازها. أما الآن مشاهدينا مع ريشة السامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.